بالعاصمة المغربية الرباط انطلقت فعاليات الدورة 23 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف، وعرف حفل الافتتاح تكريم الفنان المصري الكبير محمود حميدة والفنانة المغربية المتميزة راوية. وسيعرض المهرجان عددا من الأفلام المغربية ضمن فقرة سينما المغرب تهم نخبة من المخرجين المغاربة المتميزين من قبيل نبيل عيوش، حميد باسكت، هشام العسري، عبد الله فركوس، عبد الإله جوهري، عزيز سالمي، داود ولاد السيد، هشام الوالي وحميد زيان. شرفني كثير أنني نتكرم في مهرجان الرباط لسينما المؤلف الدورة 23، وكنشكر المهرجان على هذا التكريم، فهو اعتراف لمجهودات بسيطة ومتواضعة، والوقفة اللي وقفوا الناس الحاضرين أثناء وقوفي على الخشبة يعجز الكلام عن وصفها، شي حاجة كبيرة في حياتي. سعدت بفكرة إقامة هذا العرس السينمائي السنوي واللي بيقام في دولة المغرب الشقيقة، والحقيقة أن أنا سعدت أكتر باختياري لتقديم النجم الكبير محمود حميدة، وشاركت بالكليب فيديو اللي شفناه على الشاشة واللي كان في بضع كلمات قصيرة وسريعة ومتواضعة للغاية، حاولنا أننا نختصر تاريخ هذا النجم الكبير. طبعا هو تاريخه يستحق أطول من كده بكتير، بس احنا علشان وقت حفل الافتتاح، ولكن بدون شك انه هذا التجمع الكبير للمبدعين من مختلف انحاء العالم العربي بيعد ظاهرة يعني صحية وظاهرة سينمائية. جميل قوي ان انت تلتقي بمبدعين اخرين من كافة ارجاء العالم العربي وايضا العالم كله. هذه الدورة من المهرجان ستعرف عرض أكثر من 70 فيلما تنتمي لعدد من الدول من مختلف القارات، منها 15 فيلما من فرنسا وجورجيا وتركيا والعراق وفلسطين وإيران وسوريا وأوكرانيا وإيطاليا ولبنان وبلجيكا وإسبانيا وتونس واليونان وصربيا ثم المغرب. كما اختارت إدارة المهرجان السينما اللبنانية كضيف شرف لهذه الدورة، وهكذا ستعرض مجموعة من أهم الأفلام اللبنانية التي أنتجها مخرجون من مختلف الأجيال والمدارس الفنية، وذلك بهدف إعادة ربط العلاقة الفنية وتجديدها بين الجمهور المغربي والسينما اللبنانية.